L'invité du jour. رحب بسي سوفيان برجاب رئيس تحرير جريدة الصباح، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. مرحبا بك. شكرا لك. شكرا لك. حتى نربط مع حديثنا اللي كان منذ قليل مع ضيفنا سيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم حتى في الصباح ساحة محمد علي في حالة غضب، وكذلك هناك كيف نعمل جولة في الصحافة التونسية، الكل يتحدث على أنه نعيش نهاية أسبوع ساخنة فيها المناخ السياسي والاجتماعي في البلاد يعني متوتر. اليوم هل هو الاتحاد ينخرط في خطوة تصعيدية، أو ربما هذه من معناها ربما المرحلة تقتضي أنه يقوم بهذا التعبير الاحتجاجي، لأنه هناك ضغط كذلك من قياديه ومنخرطيه على إثر إيقافات اللي صارت، وحتى فيما يتعلق بالملفات الاجتماعية العالقة؟ احنا مش نعيشوا نهاية أسبوع سخنة، احنا نعيشوا أيامات سخنة أو أشهر سخنة، يعني منذ أشهر تقريبا نعيشوا في يومين عن الزيد وعن يعني المرميطة تاع تونس قاعدة تسخن مليح. بالفعل يعني وضع في تونس وضع صعب. اليوم هو تحرك ويوم غضب الاتحاد عن توصيل الشغل. المنظمة الشغيلة منذ تقريبا مدة ومنذ أشهر وهي يعني تقدم خطوة وتوخر خطوة، تقدم يعني تصعد وتمد يدها للحوار في نفس الوقت. يبدو أن التراكمات ويبدو أن التصعيد ويبدو أن ما يجري في تونس اليوم بعيدا عن الإيقافات وبعيدا عن يعني هذيك يعني من مشمولات القضاء، يعني نرجو أن القضاء يكون مستقل ويبرأ من هو بريء ويجرم من هو يعني من ثبت في حقه يعني تهم ضد الدولة أو ضد المصلحة العامة لأهل البلاد. الاتحاد العام تصير شغل اليوم تحرك ضد المقدرة الشرعية للمواطن، ضد التهميش، ضد البطالة، ضد الارتفاع الأسعار، ضد الوضع السياسي بصفة عامة إضافة للوضع الاقتصادي والاجتماعي. يعني الوضع صعب وصعب للغاية. المطلوب هو الجلوس إلى طاولة الحوار، المطلوب هو التقارب بين السلطة والاتحاد عام توصيل الشغل. كما قلت اليوم في افتتاحية الصباح يعني تونس يعني تونس هي لن تكون تونس دون وجود سلطة متقاربة مع الاتحاد، ولا وجود لسلطة قوية دون الاتحاد، ولا وجود لاتحاد دون سلطة. يعني هو هذا الإشكال اليوم أصبح السؤال المطروح، معناها أي دور للمنظمات التي لها يعني شأن في الحركة التحريرية وفي تاريخ تونس اليوم؟ هل يمكن هي يلزمها تغير، أم الدولة تغير نظرتها للمنظمة وربما إعادة الأدوار من جديد؟ يعني كأننا في مراجعة لمفهوم ولدور هذه المنظمات من قبل كلا الطرفين، معناها المنظمة شغيلة تقول لك هذا دوري، الدولة تقول لك لا مش هذا دورك. إذن يعني احنا كأننا في مرحلة تحديد المفاهيم من جديد. والله هو الاتحاد دوره واضح منذ ما قبل الاستقلال، يعني الاتحاد عم لكن في المرحلة الراهنة شارك في مرحلة الاستقلال، شارك في استقلال البلاد، ثم شارك في بناء الدولة، ثم شارك في جميع مراحل الدولة، كان في حالة يعني تقارب ونفور مع السلطة دائما من وقت بورقيبة، من الحبيب عاشور إلى يعني جميع المراحل عاشها الاتحاد كمنظمة وطنية. الاتحاد لم يبتعد ولو في فترة ما عن دوره الوطني، لكن بعض يعني منتسبي الاتحاد وبعض قياديي الاتحاد من الدرجة الثانية وربما ربما ربما تجاوزوا يعني العقيدة أو مفهوم الاتحاد ودور الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بالأضربات العشوائية، فيما يتعلق بالنقل خاصة، فيما يتعلق بالتعليم ثانيا. يعني هناك أضربات عشوائية، أستطيع أن أقول أن الاتحاد أو عناصر من الاتحاد تجاوزت فيها يعني مرحلة ما يجب أن يكون. يعني المفروض يعني لا نشك قيد أنملة في الدور الوطني للاتحاد عن توصيل الشغل، لا نشك قيد أنملة في 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 ما فعله الاتحاد مع السلطة دائما من أجل البلوغ إلى مستوى اجتماعي واقتصادي معين، لكن
السلطة اليوم تتجاهل الاتحاد، هذا إشكال كبير. السلطة اليوم تتجاهل الجميع، هذا إشكال عميق. الاتحاد اليوم لم يجد آذانا صاغية. الاتحاد اليوم يعمل من أجل حوار وطني، لكن حوار وطني لن يكون مع الجميع. الحوار الوطني لن يكون مع من فشلوا أو مع من خذلوا البلاد أو مع من تآمروا على البلاد أو مع من ثبت أنهم نهبوا وسرقوا البلاد كذلك. يعني على الاتحاد أن يعي جيدا ما معنى الحوار، وعلى السلطة أن تعي جيدا أنه لا وجود لاستقرار اجتماعي واقتصادي دون الاتحاد عام تونسي للشغل خاصة، وعلى الجميع أن يعي يعني أن تونس لم تعد تحتمل هذا الوضع. به دوليا سي سفيان، ربما انعكاسات الوضع اللي نعيشه في تونس كذلك معناها نلقاو عندها علاقه حتى بتداعيات المساله على المستوى الدولي، لانه مانيش نحكيو ربما على التصنيف الائتماني لوكاله اللي زاد صنف تونس تصنيف سلبي، لكن خلينا نبقاو فيما يتعلق ببيان وزاره الخارجيه المتعلق بالبعثات الدبلوماسيه في تونس والتي دعتها لعدم التدخل في شؤونها الداخليه استنادا لتقارير اعلاميه عن لقاءات تجمعها بجامعة يعني الدبلوماسيين الأجانب بشخصية تم إيقافها مؤخرا. الإشكال الزاد مطروح فيما يتعلق بملف الهجرة، والذي على إثره رئيس الحكومة التقت البارح بنائبة عميدة السفراء الأفارقة سفيرة السنغال بتونس. يعني اليوم هناك الموضوع الشأن الدولي فيما يتعلق بتونس فيه زوز عناصر، أنه تونس تبحث عن ضمان سيادتها في عدم التدخل في شؤونها الداخلية، لكن في نفس الوقت هناك إشكال متعلق بطبيعة هذه السياسة الخارجية كيف تكون ومن يحددها. السياسة الخارجية بالطبع يحددها رئيس الجمهورية أولا ووزير الخارجية ثانيا، هذا أمر واضح. مبدأ السيادة يعني هذا أمر مفروغ منه، يعني لا مجال للتدخل الأجنبي فيما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي. ثالثا الإشكاليات الصائرة التي التي تدور هذه الأيام هي تقريبا سببها إعلامي، نوعية الخطاب. نعي جيدا أن يعني رئيس الدولة وأقولها يعني لم يحسن تقريبا بعض المصطلحات، لكن موقف واضح، الموقف صريح. لا مجال للتدخل في تونس، لا مجال لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس. نعم أقول هناك مخططات أجنبية، هناك مخططات أجنبية لتوطين الأفارقة جنوب الصحراء في تونس، وهذا ثابت ومؤكد. لكن لا مجال للعنصرية، يعني الطلبة الأجانب ومن يشغلون بصفة قانونية وبصفة عادية مرحب بهم بشكل يعني لا نقاش فيه، لكن أن تتحول تونس إلى بؤرة استيطان بعد أن كانت يعني نقطة عبور نحو أوروبا، هذا لا مجال إليه. وأشارت الرئيس الدولة فيما ذهب إليه، لكن لا للعنصرية. لكن فيما يتعلق بالعلاقات وجميع نعم سي سفيان، هو المشكل دائما في تحديد المفاهيم وأي ما هو مسموح فيما يتعلق بعلاقاتها أو علاقات السياسيين كذلك بالدبلوماسيين أو من يمثلون بلدانهم في سفاراتهم في تونس. متى يمكن ذلك ومتى يكون غير متاح، ومتى يعتبر ذلك تآمر على أمن الدولة؟ هو كل ما يتعلق بالتدخل في الشأن الداخلي لتونس يعتبر يعني أمر غير مسموح به، حتى لا أقول تآمر على الشأن الداخلي، على تآمر على أمن الدولة. ليس كل تدخل أجنبي أو كل لقاءات يعني سفير أو دبلوماسي أجنبي مع شخصيات وطنية أو إعلامية أو حقوقية فهو تدخل أو تآمر. لا، هذا أمر عادي وعادي جدا ومعمول به في كافة الدول. لكن أن تتدخل من أجل تغيير نظام الحكم، التدخل من أجل فرض أو الضغط على السلطة السياسية، فهذا أمر غير مسموح به. التدخل من أجل يعني تحريك الشارع لغايات أو لأهداف أو لمبررات، هذا غير مسموح به. أن يقوم أفراد من الداخل، شخصيات من الداخل بالاستنجاد أو الاستقواء بالأجنبي، هذا كذلك أمر غير مسموح به. مشاكلنا لنا مشاكل عديدة،
لنا مشاكل في حقوق الإنسان، لنا لكن مشاكل على ما يبدو من خلال بعض نحلها بأنفسنا، نحلها يعني بإمكانياتنا. لكن على ما يبدو كأنه اللي ذكرته هو اللي موجود، وهذا كان ربما في انتظار ما ديما كما قلت أنت وإحنا نتمسكوا بها، في انتظار ما سيقره القضاء في مسألة الإيقافات اللي الأكيد. متعلقة، لكن واللي هما أغلبهم زادة من عناصر جبهة الخلاص اللي هي متمسكة أنها غدوة باش تهبط للشارع، حتى وكان تم رفض هذه معناها انه المسيره اللي هي حابه تقوم بها اليوم، كانه غدا هناك امتحان اخر كذلك لمساله هيبه الدوله، احترام القانون، وكذلك الحق في التظاهر. ثلاثه عناصر كيفاش التظاهر حق مكفول. يعني اعتقد ان ما صدر عن السيد والي تونس غير مسموح او غير مقبول دوما ما، واعتقد ان من لكل طرف الحق في التظاهر، ويعني لو 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 سمح له لجبهة الخلاص بان تكون غدا في الشارع، يعني لا اعتقد انها ستكون يعني مسيره بالحجم الكبير او الحجم المقلق او يعني، خاصه ان الاتحاد التونسي للشغل سبق مسيره جبهة الخلاص بيوم، وجميع القوى الحيه وجميع الوطنيين كانوا اليوم يعني في ساحة محمد علي وفي شارع الحبيب بوريبة وغيره. يعني تقول لي ربما كان من الحنكة السياسية أنك تترخص لهم حتى يعرفوا حجمه، لن تكون بالحجم الكبير أو لن تكون بالحجم المؤثر، يعني خاصة أن الأغلبية يعرفون اليوم من هي جبهة الخلاص وما هو دورها وما تقوم به وما قامت به، يعني بعيد كل بعد عن الوطنية وبعيد كل يعني نحن مع معارضة قوية، نحن مع معارضة تجابها السلطة وتقارع السلطة، يعني هذا أمر حتمي وأمر مفروغ به ونباركه، لكن بطريقة جبهة الخلاص نرفض كل الرفض أن يتم الاستقواء بالأجنبي وأن يتم فبركة يعني ملفات أو أن يتم يعني حتى تشكيلتها جبهة الخلاص، حتى تشكيلتها يعني غريبة، تركيبة غريبة، يعني تحالفات غريبة، الأهداف غير موجودة والأهداف غير واضحة. أنك تكون جبهة خلاص من أجل إسقاط النظام، فهذا غير مقبول بأي مشروع تقدمت وبأي مشروع قدمت وأي برامج وضعتها لهذه الدولة. شكرا لك سي سفيان برجب رئيس تحرير جريدة الصباح، شكرا لك. احنا بعد شوية باش نمشيو للجانب الدولي، اما توا خليو المجال للقسم الأخبار ونرجعو.